هذه اللحظة خلال الدقائق الماضية حالة من هطول الأمطار بغزارة في مدينة غزة وشمال القطاع، وكما نعلم أن آلاف من المواطنين الذين لا زالوا يتواجدون في المدينة وشمال قطاع غزة يتواجدون في مراكز الإيواء والمستشفيات التي عادت إلى العمل بشكل جزئي، وهذا يفاقم من المعاناة الإنسانية هنا في مدينة غزة والشمال بشكل عام، لأن معظم المنازل التي كان يتواجد بها المواطنين قد دمرت بشكل كامل وبعضها بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن المواطنين، ما اضطر إلى خروج ونزوح آلاف من المواطنين إلى مراكز الإيواء التي أيضا تم استهدافها وتدمير أجزاء كبيرة منها من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. الليلة الماضية في الشان الميداني، الليلة الماضية كانت هناك أيضا سلسلة من الغارات الإسرائيلية القوية حقيقة جدا، استهدفت مناطق في المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية لمدينة غزة، وكذلك المناطق الشمالية الغربية والشمالية الشرقية لمدينة غزة والشمال، وكانت هناك غارات في بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون وغيرها من المناطق. حتى هذه اللحظة في معظم الغارات هي تكون لمنازل وأراضي زراعية ومراكز صحية وكذلك منشآت صحية وغيرها، ولكن حتى هذه اللحظة لم تعرف ماهية تلك الانفجارات أو الاستهدافات الأخيرة نتيجة يعني صعوبة التواصل مع بعض المواطنين الذين يتواجدون في تلك المناطق نتيجة يعني انقطاع الاتصال بشكل دائم ويعني انقطاع بشكل دائم. حتى ونحن في المرات السابقة كنا نتحدث وننقل الوضع هنا في مدينة غزة كان الخط يفصل، وهذا ما يؤكد أن حتى هذه اللحظة هناك معاناة شديدة. أيضا كانت هناك سلسلة بالأمس مساء يوم أمس نتحدث عن ما يزيد عن 10 من الشهداء قد ارتقوا معظمهم من الأطفال والنساء والأطفال الرضع وكذلك بعض سائقي المركبات المدنية. يعني بالأمس كان هناك عدة استهدافات لمركبات مدنية للمواطنين في منطقة بركة الشيخ رضوان وكذلك في حي الشجاعية، وكذلك تجمعات تم استهدافها للمواطنين في شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وأيضا القصف المدفعي الليلة الماضية وحتى فجر هذا اليوم تواصل على مدينة غزة تحديدا في المناطق الغربية تحديدا تل الهوى والصبرة ومناطق الصناعة والتي خرج منها مؤخرا الجيش الإسرائيلي. أيضا كانت هناك غارات إسرائيلية على منطقة لتوام شمال غرب قطاع غزة وغيرها من المناطق التي تشهد ما بين وقت وآخر غارات إسرائيلية، سواء كانت تلك الغارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية أو حتى طائرات الاستطلاع ومن قبل الدبابات الإسرائيلية المتواجدة والمتمركزة في العديد من المحاور في المناطق سواء كانت المناطق الشمالية. ربما يعني على وقع ما تذكره لنا الآن من عملية استهداف وقصف وقنص إسرائيلي في مناطق متفرقة من مدينة غزة، وعلى وقع هذه الطائرات سواء المسيرة طائرات الاستطلاع أو حتى الطائرات الحربية الإسرائيلية، كانت هناك إفادات ربما في الأيام الأخيرة تفيد بأن هناك حركة نزوح عكسية أو حركة نزوح فوقية أو حركة نزوح أصلية، يعني سمها كما تشاء يا تامر، بعودة بعض النازحين إلى أماكنهم الأصلية التي نزحوا فيها جراء استمرار القصف الإسرائيلي. وطبعا كل هذه الأمور مرتبطة بالهجمة الإسرائيلية المرتقبة على رفح. أولا هل طلعت هذا الأمر وإلى أين ذهبوا بهذه الهجرة العكسية إن صحت هذه الكلمات؟ يعني منذ عدة أيام الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والوزراء المتطرفين في هذه الحكومة التي تريد تصفية القضية الفلسطينية وتشتيت وتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة وخارج فلسطين بشكل عام، خلال الأيام الماضية كانت هناك حالات نزوح من مدينة رفح وصولا إلى دير البلح والنصيرات رغم شدة أو الخطورة خطورة الطريق. بعضهم كانت طائرات الكواد كابتر والطائرات المسيرة تلقي الصواريخ
صوب السيارات المدنية التي كانت تقل هؤلاء النازحين الذين نزحوا أكثر من مرة، والمعاناة على صعيد إذا ما تحدثنا عن الجنوب والشمال في مدينة غزة، استطاع خلال الأيام السابقة والأسابيع الماضية بعض المواطنين من الوصول إلى شمال قطاع غزة بصعوبة بالغة وبصعوبة كبيرة. نتحدث عن المنطقة التي تفصل ما بين شمال قطاع غزة والجنوب، وهي منطقة وادي غزة وتحديدا المجاور لمنطقة المغراقة في مدينة غزة. هذه تتركز قوات الجيش الإسرائيلي وتتخذ العديد من النقاط، سواء في منطقة شارع البحر، منطقة الشيخ هجلين، ومنطقة الجامعات في مدينة الزهراء، وكذلك في وادي غزة ومنطقة الهندسية مفترق نت سريم أو ما يعرف بمفترق الشهداء. طيب ماذا واجه يا تامر؟ يعني هذه نقطة جد مهمة، بعد 5 أشهر من القصف الإسرائيلي المستمر على كل شبر في أرض قطاع غزة، ماذا وجدوا عندما عادوا؟ يعني البيوت دمرت، الأرض نفسها تم تجريفها، ماذا وجدوا حينما وصلوا إلى هناك؟ بالفعل يعني كثير من المواطنين ونحن نتحدث معهم عبر الاتصالات الذين يتواجدون في الجنوب، وبعضهم من عائلتنا وجيراننا وغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني، كانوا يعني عندما جاءوا إلى شمال قطاع غزة وجدوا الدمار الكبير في كل أينما يعني توجه نظرتك توجد الدمار، سواء كان في الشوارع الرئيسية، المفترقات، المنازل، المصانع، المحال التجارية، كل شيء، المراكز الصحية، مدارس الوكالة، مدارس الحكومة، كل شيء هنا في شمال قطاع غزة دمر. ولكن يريد المواطن الفلسطيني أن يوجه رسالة أنه عندما يعود إلى شمال قطاع غزة، رغم المخاطر ورغم أن نتحدث أن هناك عشرات من الشهداء قد سقطوا بعد أن تم اكتشافهم من قوات الجيش الإسرائيلي أو الطائرات الكواد كابتر وقامت بإلحاقهم وإطلاق الرصاص المباشر صوبهم، وهناك أيضا نتحدث عن عشرات جثامين الشهداء التي أيضا ربما تحللت في تلك المناطق التي تفصل ما بين وادي غزة وشمال قطاع غزة. ومن استطاع النفاذ كان يروي لنا بشكل دائم المعاناة الذي عايشها في جنوب القطاع. أنت عندما تذهب إلى جنوب القطاع لا تجد لك منزل يأويك، والخيام الآن إحنا في فصل الشتاء وهناك منخفضات جوية حتى هذه اللحظة تتساقط وتهطل الأمطار، وهناك معاناة. يعني الآن يريد أن يوجه رسالة المواطنين الذين عادوا بصعوبة إلى شمال قطاع غزة أن الموت في بيوتهم المدمرة أفضل بكثير من الموت في الخيام. ونتحدث أن هناك عدد كبير من الأطفال خلال الأيام الماضية قد استشهدوا نتيجة الصقيع ونتيجة البرد القارس في الخيام، وأنت تعلم عندما تتساقط الأمطار يعني الخيمة لا تحمي الأطفال والنساء الحوامل والمرضى وكبار السن، فبالتالي تتفاقم المعاناة. الناس هنا صحيح الوضع صعب جدا، لا يوجد طعام، لا يوجد شراب، لا يوجد، هناك صعوبة بالغة في الحصول على الطحين وحتى القمح والشعير وأعلاف الحيوانات، ولكن أن يبقى هنا، وأصبحت بالمناسبة أصبحت يعني الخبيزة هي مصدر رئيسي للمواطنين هنا في مدينة غزة والشمال، وهي أصبحت الوجبة الرئيسية في القطاع. وهناك أيضا مخاطرة كبيرة من المواطنين عندما يبحثون عن الخبيزة والحميض وغيرها من والحماميس وغيرها من النباتات التي تخرج مع هطول الأمطار في الأراضي. هناك مخاطرة كبيرة عندما يقوم المواطنون بالحصول عليها، ونحن خلال اليومين خلال الساعات القادمة ربما سنعمل تقريرا حول هذه الأكلة الخبيزة ونصور مع المواطنين والنساء. في الانتظار يا تامر، سأكتفي بهذا القدر، عذرني على المقاطعة. تامر دلول مراسل الغد من مدينة غزة، سأعود إليك تامر كلما جد جديد.